اليوم احنا ببيت الخزف. بيت الخزف بضم مجموعة كبيرة من الارتست، 35 فنان اشتغلوا بعدة تقنيات، الأعمال الجدارية، الأعمال التركيبية، بالإضافة للنحت. الهدف من بيت الخزف هو تسليط الضوء على مجموعة من الفنانين الإماراتيين اللي بيشتغلوا بهذا المجال. مرحبا، أنا اسمي كمال الزعبي، فنان الخزف في مركز الجريدة لثقافة الطفل. اليوم كمان احنا ببيت الخزف بنسلط الضوء على القطع الحرفية والقطع الاستخدامية من خلال سوق الخزف اللي دائما احنا بنعمله كل نهاية اسبوع. هذا السوق بيساعد الحرفيين على بيع اعمالهم، على تسليط الضوء عليهم، بالاضافة على تسليط الضوء على مجموعة الاستوديوهات الموجودة بمنطقة القوز الإبداعية. ببيت الخزف مجموعة كبيرة من النشاطات، من البرامج اللي بتخص الخزف، نعمل ورشات للعمل على الدولاب، عم نعمل ورشات للرسم على السيراميك. طبعاً بيت الخزف هو مبادرة من دبي للثقافة لدعم فنانين والحرفيين اللي بيشتغلوا بمنطقة القوز، بالإضافة للفنانين اللي بيشتغلوا بحرفة الخزف.